شارك وزير المالية الدكتور نايف الحجرف في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، منها الأفاق الاقتصادية العالمية واستئصال الفقر والتنمية الاقتصادية. وقالت وزارة المالية في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء أنه من المقرر أن يعقد الحجرف على هامش الاجتماعات عددا من اللقاءات مع مجموعة من المؤسسات المالية العالمية للاطلاع على آخر المستجدات الاقتصادية في العالم.